انا والبحر مرقبي حداك من صغري وهذا ملعبي انا البحري انا والبحر مرقبي حداك من صغري وهذا ملعبي احنا وياكم في رحله بحريه اهلا حياكم برنامج الدريه احنا وياكم في رحله بحريه اهلا حياكم برنامج الدريه هذا غرامي والله وهذا مطلوبي هذا غرامي والله وهذا مطلوبي الدريه 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 يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعين برنامج الدرية اللي يعرض لكم اسبوعيا على شاشه تلفزيون الكويت الفضائيه. احنا نتكلم في برنامج الدرية عن كل ما يخص البحر، اليوم خصصنا في حلقتنا ان نتكلم عن صيد او الحدائق بالاسياف على السيف، راح يكون باستعمال السناره، ايضا راح يكون عندنا تغنيه الحديثه اللي دخلت اللي هي الكايك، طبعا موجوده هي من زمان لكن احنا نعتبرها حديثه علينا في الكويت، راح نشوف ونتعرف اكثر عن الخبره في الصيد خلف المعنى. نتعرف على ضيفنا في برنامج الدرية اللي نورنا، راح يكون معانا نوخذه مميز مشهور في صيده، نقول حداقه بالاسياف او حداقه داخل البحر، راح يكون معانا نوخذه ماجد الجار الله ابو عبد الله. اهلا وسهلا فيك، مسعلك بالخير. الله يسلمك، مساك الله بالنور، حياك الله. اهلا نوخذه، اهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك نوخذه. بدايه نبي نتكلم عن اللي حاب يطلع حداق السيف، شو اللي يحتاجه وش الاجراءات اللي يقوم فيها في البدايه؟ شوف، هو حداق السيف أول شيء مثل ما علمني يدي وأبوي، حسبة ماية. تحسب مايتك، تعرف في الماية شنو سجي، ثبر، وقفة، حمل، فساد. تحسب الماية، تشوف الوقت هذا شنو من صيد موجود. أوكي، تبتدي تجهز اليمة مالتك قبل لا تطلع، يمتك شنو اللي أنت تستعملها، وبالتالي الاجهزه مالتك، سنانيبك او خيوطك او مياديبك جهزتها، وتتوكل على الله تروح تختار الموقع اللي انت تبي تحدق فيه. حلو. الاسياف طبعا كثيره، ايش اللي يميزها وش الفرق بينها؟ هناك اسياف شماليه، اسياف جنوبيه، شو الفرق بينها؟ شو المفضل عندك؟ اي شوف، الاختلاف بين الاسياف، بين الاسياف الشماليه والجنوبيه، في اختلاف نوع السمكه. واحد، اثنين، انا اللي يحكمني في اني انا اختار السيفه هذه، الهواء، اذا كان الهواء جنوب فانا قاعد اتجه الى الاسياف الشماليه، واذا كان الهواء شمال بالعكس الصحيح، تلاقيني انا اتجهت الى الاسياف الجنوبيه. ممتاز. بالنسبه حق السيفه نفسها، شلون تعرف ان السيفه هذه زينه؟ احتماليه صيدها وايد اقل. دائما السيفه اللي ما فيها وايد ناس، السيفه اللي تلاقي فيها حدود، يعني فيها مثلا قودي صخر كذي، حضره كذي، مثل احنا هنا اليوم لقيت الحضره هذه في قودي هنا، الصوب صخره. الارض رمليه مو طينيه، رمليه فيها صخر. هذه السيفه مشجعه حق حداق السبيطي مثلا، البالول، الشعم، القفقفانه، الشعبي، هذا جنوب.
بس احنا اليوم طالعين حق شنو؟ اليوم طالعين حق العود، احنا طالعين اليوم حق عين السمك السبيطي ان شاء الله. السبيطي والمزيزي اليوم راح نتكلم عنه، يمكن في بدايه الحلقه انا ما نوهت عن نوعيه السمك اللي احنا ساعين لها، لكن الحين راح نعرف من ابو عبد الله شو اللي يحتاجه الواحد. احنا قاعد نتكلم الحين على اللي عنده خبره وعنده خلفيه في مجال الصيد بشكل عام، هو اسياف او بحر. نعم. لكن قبل لا ندش ونتعمق في مجال الاسياف، نبي نعرف شو الفرق بين الاسياف والبحر، هل يختلف الصيد؟ طبعا في اختلاف عود، في اختلاف عود. عموما في البحر السمكه تكون منوعه اكثر من السيف. نعم. اوكي. الاسياف لها مايات معينه احنا نحسبها ونيها، بالتالي نصيد فيها السمكه الزينه. نعم. اوكي. البحر اذا ما لقيت في المكان الفلاني سمكه انتقلت الى منطقه ثانيه وقوع ثاني. حلو. لكن اذا انا على السيف فانا على سيفه واحده، ما اقدر اغير اسياف وايد في نفس المايه. نعم. عكس الطبات، عشان كذي انتقائك حق السيفه الزينه والسيفه المتوفره فيها السمكه مهم جدا كتصوير، ويعني كتصوير لانك احنا اليوم عشان التصوير اليوم دشينا على كتصوير وضع كامل. شلون انا اختار المكان الزين يمتي زينه السمكه اللي انا ابيها. حلو. متى ما انا حطيت المقومات هذه. نعم. باجي عليك التوفيق من الله يا رب. والتوفيق دائما من الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله الواحد يسوي اللي عليه وتتم. هي رياضه انت من تمارسها راح تحس في راحه نفسيه قبل اي شيء. اثنين، انت قاعد تحضر جسمك. فبك الحين صار الوقت محدود جدا، الواحد ما يقدر يسوي رياضه في اي وقت، فهذه لازم نعدها رياضه. هي هوايه بالنهايه. إيه؟ رياضه وتستخدم فيها الصيد، يعني جدا مفيد، خصوصا اليوم احنا لما نتكلم عن الصيد في الاسياف تنوع عندنا الصيد، ما هو نفس قبل الخيط. اليوم شنو صار عندنا؟ لا الحين اختلف، صار عندنا تنوع اليوم كبير. اليوم عندنا الله يسلمك حداق الخيط العادي. نعم. البكرات عندنا، حداق السناره صحيح، وعندنا لفاح الاسياف. نعم. اوكي. حتى اللفاح المستخدم في نعم. في الاسياف. اي اللفاح هو اساس اللفاح بعد يكون في الاسياف. نعم. اوكي. ففي عندك انت اكثر من شق تقدر تتعامل معاه على السيف، وكل واحد له طريقته وله معداته وله صيده. حلو. اوكي. يعني انا اليوم اذا انا بالخيط اصيد سبيطي مثلا، فبالسناره ضاعفت احتماليه صيدي حق السبيطي، في اللفاح ضاعفته 3 مرات في صيد السبيطي. كل مرة قاعد تضاعف الفرصة. نعم. في صيد السبيطي. نعم. طبعا. نعم. في الطريقة طبعا. اليوم إذا احنا متواجدين سنانير قواعد موجودة. نعم. السنانير موجودة، نبي نتكلم اليوم عن نقول نفصل، خلينا نتكلم أول شيء على الخيط في الأسياف. نعم. واستعماله، الخياط الخيوط المستخدمة، كم الأحجام؟ شوف هو في عموم الحداق الخيوط المستخدمة من 30 إلى 50. نعم. أوكي. بالنسبة حق حداق السيف أنا أفضل الخيوط من 35. نعم. إلى الخمسين لأن في احتكاك صخور قوي معك. نعم. فكل ما تزيد في حجم الخيط مالك راح تلاقي أن السمكة إذا ضربت عليك إذا صدتها خلاص. نعم. هني أنت يعني قادر تتحكم في السمكة. حلو. وقادر أن أنت تطول السمكة هذه تحت تصرفك وتخيلك. يعني فرق ما بين الخيط المستخدم بالشمال والجنوب، يعني نقول كحجم. لا شوف كحجم، لا اللي يحكمك في الخيط وحجم الخيط هو نوعيه السمكه. يعني اذا انا بحدق سبيطي ما يصير احدق له بخيط 30 او 35. نعم. انا راح يقصه راح يشلعه. يعني غالبا انه يعني راح يتعبك وايد، نقول. نعم. نقول انه راح يتعبك وايد، وفرص انه هو يقص الخيط اكثر من فرص انه هو ما يقصه، فبالتالي راح تغامر في خيط 30 او 35. استعمل الخيط 45 الى 50. وهذا طبعا يروح في عمليه الصيد ان انت هم تاخذ وياه والداري والبهار. طبعا لان الموادع اساس الحداق. حلو. اساس الحداق سواء الحداق ايد حداق سناره لازم توادع، والا يعني انت مو ونش لازم تسحب وخلاص. يعني لازم تعطي ولازم تسحب متى ما شفت سمكه اكبر من خيطك اقوى من خيطك. اوكي. حلو. لازم انت تعطيها شوي تريحها شوي انها ما تاخذ منك زياده، لازم تحط عليها الوزن. الوزن شلون تحطه؟ في قوه مسكتك، هذا الوزن اللي انت تحطه عليها. نعم. اوكي؟ هذا بالنسبه حق حداق الايد. لين على العصي والسنانير. حلو. راح الاقي انه اذا انا استعمل خيط ال 50 وال 55 في دي عشان اصيد سبيطي، لا انا اقدر استعمل خيط ال 45 على السناره. حلو. السناره لانه رده فعل، ودائما رده الفعل ادق من الفعل نفسه.
نعم. اوكي فالسناره تتحمل لانه راح تتوزع القوه مالت الخيط كلها على الاقصبه كلها. اوكي فهني انت قللت في حجم الخيط وزدت في احتماليه صيدك حق هذا. اوكي الخيط نفسه بما ان احنا قاعد نتكلم على الخيط في مقومات ومواصفات حق الخيط هذا الشيء مو الكل ممكن يعرفه لكن احنا يعني اللي عندهم هوس البحر نعم. واجبهم يعلم البني ادم خصوصا الجديد انه يعلمه المواصفات هذه. الخيط كل ما تصير فيه مقطع زياده صار الخيط سيء. اوكي كل ما يسحب وياك نعم اذا ينبط فهو خيط سيء حلو. لانه ما راح ينقل لك الحدث من حلج السمكة لايدك نعم. او لسنارتك. اوكي في مقطع في في عندك تفاوت صار في أيوة السحبه ما بين أيوة الخيط في التوقيت ويدك. نفسه يعني حلو. يعني اذكر انا يدي ولا هذا اطلع معه يقول لي بوزايب يزتك ترى الميدار مطرف شلون ايش دبك؟ ايش دبك انت بالطباد مثلا؟ الميدار مطرف شلون؟ مطرف بحلج السمكه شلون عرف؟ لان خيطه كان زين فموصل له الحدث 100% لما جاء لشط ما السمكه ما اخذت منه وايد فاهمني؟ فدرى انه هذا فهني لما يكون الخيط ما في مقطع صار الخيط 100% ممتاز حق السمكه طبعا كل ما يقل حجم الخيط اوكي نعم. وتقل المقطع فيه قلت الونه مالته حلو البحر عموما طريقه الونه المايه بس عشان نوضحها أيضا. المايه الله يسلمك ماشيه في اتجاه وانا حاط خيط عكس حلو. بالنص فهذا صدام الماي في الخيط نعم. راح يسبب اهتزاز للخيط وونه تطلع على مثل الونه فالصوت هذا هو اللي يخلي السمكه خايفه من الخيط فما تيله عشان كذي كل ما قل الخيطي وكل ما خيطي يكون يعني ما في مرونه نعم. كان افضل في الصيد وهني ايضا افضل ويناسب في التوقيت اللي تكلمنا نعم. عنه من الفرصه تكون اكبر ايوه فرصة طيب هذا بما يخص قلنا الخيط في عندنا هني ايضا تكلمنا عن السناره اللي السنارة هي لو تكلمنا عنها حلو سناره اليال لازم او يعني المفروض انها تكون اطوالها من 210 سنتي الى 5 متر سبب لان انا ابي ارفع راس الخيط عندي فوق حلو. بحيث انه لما انا اسحب البلد نعم اوكي يشيله من الصخر على طول كل ما ترتفع السناره فانت زدت من او قللت من امكانيه شيره السناره فانت أنا عكس الخيط لما ينسحب بالطريقه لما هذا. اسحبها انا على اليال حلو اوكي فاحتمال انه يحتك بين صخور لين يعلق يشير اما لما طقه بالسناره اوريدي السناره راح ترفع البلد مره واحده نعم فلما ترفع انت تسحب عليه تكبب عليه فخلاص اوكي فقللت نسبه الشيره حلو هني انت السناره وفرت عليك اوكي من كل شوي قاص عليك ومودع ومش عارف ايش وهذا وبنفس الوقت اعطتك رده الفعل في حاله ان السمكه ضربت عليك السمكه اخذت هي ردت ركبت الميدار عدل في حلجها اوكي فنسبة الصيد تكون أفضل. وعندك أيضا المسافة اللي ما ذكرناها بأن الفرق ما بين المسافة بين المسافة هني تحكم يعني اللي يحكمها شيء واحد أنه مثلا أنا في السجي في سجي الماية جاية مثل نعم. الحين نعم. مضطر أني أنا قد داخل في الثبر أما في وقفة الماية لو أقط هني ترى السمكة راح تباب السيف صح أوكي فيعني السناوة طبعا بتحذف أقل شيء يعني دبل المسافة اللي أنت تقطها بإيدك نعم صحيح. مع بعض الفارق البسيط سحبتها طبعا ايضا تختلف بالخبره بالايد ما بين شخص لشخص طبعا وخبرتها طبعا نوعيه العصات ونوعيه العصات نوعيه القصبه ايضا نعم. والماكينه القصبه الماكينه الخيط حلو. نفسه اوكي القايدات هذول يختلفون طبعا بالنسبه للسيف انا احاول كثر ما اقدر نعم. ان انا ما اخذ معدات حلو. ضعيفه ولا اخذ معدات قويه جدا حلو. يتم اسياف فانا اخذ الشيء المتوسط يعني وفي يعني في حدود الجميع ممتاز طيب احنا راح نتكلم اكثر وراح نتوسع فيما يخص حداق الاسياف لكن بعد هالفاصل خلكم ويانا دا حق برنامج الدارية من البحرين هالشعري وهالفسكر وهاليانا الطيب صافي ما شاء الله الشعام والامور والصبيطي جاي من الكويت السلام عليكم اهداء الى كويت بحري برنامج الدرية الله يعطيكم العافية ما
انا يا الوالد والاهل قاعد تابعين البرنامج. لهم هني انواع السمك في المغرب منطقه الرباب اسماك. الله يعطيك العافية أبو عبد الله على هالمعلومات الحلوة اللي خذيناها في البداية. تكلمنا عن الصيد بالأسياف، عندنا تكلمنا بالخيط بالسنارة والنوعيات المستخدمة أيضا الأخرى، لكن الحين جينا عند المرحلة المهمة جدا في الصيد واللي هي قلنا ليم. ليش؟ لأن احنا جايين حق الصبيطة والمزيزي. شنو ليم اللي نستخدمه؟ شو طال عمرك؟ ليم مختلف بأنواعه. في ناس تستعمل الزورية الحقيقة، في ناس تستعمل المنشوسة، في ناس تستعمل خفتاق. أنا عن نفسي في أشهر معينة وفي تواقيت معينة في الشهر العربي مو الميلادي عندي ييمة مختلفة كلش. أستعمل الخبز مع العين، أستعمل فلافل، أستعمل الله يسلمك البتلو، أستعمل القوانص. أوكي، قوانص الدياي. أي نعم، قوانص الدياي هذه هم الأشياء اللي إحنا قاعد أصيد فيها. حلو. خصوصاً في الثلاث ايام هذه الفلافل. الفلافل انا يعني جربته وصدت فيه وايد. اوكي، وغيري هم جربه وصاده وفيه وايد. الخبز انا اشوفه ان الخبز بالعين هو اكثر ييمه عليها ضرب من السبيطي، لان كلنا ندري وكل اهل البحر يدرون ان اذا انت بغيت تفحص مكان تبي تشوف فيه سبيطي ما فيه سبيطي، بيطلع خبز توست خليه طافح، متى ما شفته دغف عليه يعني معناته انه موجود. فبالتالي انا احدق له بالخبز، اسويه بطريقه ان انا اقص القطعه مالتي. ركز على الطريقه، لان هي طريقه شح حق ريوق. نعم. فانا اي واكون جايب معي عين وابتدي انا ادهن الخبزه بعين. اوكي، دهنتها خلصت، ابتدي الفها فوق بعض واضغط عليها على اساس ان اخلي العين يمسك لي الخبزه على بعض، فتصير صمونه على قولتهم. اوكي، حلو. وبالتالي لما هي اركبها بالميدال، حلو، هذا شكلها النهائي. لما هي انا اركبها بالميدال تكون ثابته طبعا، تمسك. انا اسويهم واخليهم حوالي 5 إلى 10 دقائق يطقها الهواء فتنشف. حلو. اوكي، الخبزه المستخدمه هي خبزه الخباز العادي. ايه؟ يا جماعه تقولوا له نبي خبز ابيض، لا تخليه يستوي، على اساس انه يكون لين وبنفس الوقت مو سهل انه يطيح، ما تكون محمشه يابسه تكسر. محمشه حقنا. حلو. محمشه حقنا بالسياره. فهني انا جهزت يمتي، اقدر ان الحين انا مجهز لي ثنتين ثلاثه قبلها. نعم. مع مقصي و حياك خلنا نروح نركبها. بس البتلو هذا ايضا قاعدين نشوف عندنا قبل لا نروح، يعني لحم البتلو ايضا يستخدم في صيد. شوف، هو السمكه في فتره معينه من السنه. نعم. تكون محتاجه الفيتامينات والدهون. ليش انا استعمل البتلو؟ البتلو في الفتره هذه السمكه كلها تضرب عليه عموما، وخصوصا السبيطي، خصوصا السبيطي والمزيزي يبي، لانه محتاج فيتامينات. اذا الحين اي احد من واخذ قاعد يصيد سبيطي ولا مزيزي دائما قاعد يشوفها مسلوب شويه، ضعفان شويه. حلو. هذا معناته ان السمكه لازم تجهز حق موسم الشتاء والبرد اللي موجود، فتاخذ دهون اكثر. عشان كذا انا حدق لها الحين بتلو. وتسمنها طبعا. اسمنها بس اسمنها حقي حق الجدر. الله يعطيك العافيه. الجو يفرق. انزين، الحين عندنا الموسم السبيطي والمزيزي مثل ما هو متعارف عليه. نعم. في بدايه اكتوبر، اللي هي الفتره اللي احنا. نعم. فيها بدايه اكتوبر، فهذا الحين فترته. والله شوف، هو حاليا فتره يعني غنيه، الاسياف كلها غنيه في تواجد السبيطي والمزيزي. حلو. حاليا، وفي فترات ثانيه بعد، لكن الفتره هذه اكيد 100% ان السبيطي موجود. اوكي، والعالم كلها قاعد تصيد، اي بني ادم قاعد يروح يجاب البحر قاعد يصيد صياده. لكن لازم مثل ما قلنا يعرف المايه اللي راح يحدق فيها، والموقع هذا محتاج المايه هذه. احنا اليوم جينا في السجي وما حدقنا،
ناطرين لان نبي نص السجيل للوقفه، لان الموقع هذا يبي له نص سجيل للوقفه. فلا طريقه ولا وقفه. نعم. زين خلينا نروح. عرفت شلون؟ بالنسبه اي بالنسبه حق حداق، بالنسبه حق حداق السبيط والمزيزي نستعمل الله يسلمك ميادير عوده اذا تنزل السناره. احنا ما تكلمنا ابو عبد الله ايضا على الميادير البلود. هو البلد اللي يحكمك فيه. ايه؟ اوكي البلد اللي يحكمك فيه طول سنارتك. اذا سنارتك طويله محتاج بلد عود، اذا سنارتك قصيره محتاج بلد اكثر. اوكي هذه طريقه صادر رسمة. اوكي هذه طريقه انا اسويها اني اكون انا استعملت الركه واستعملت الخراري في ميدار هدد. نعم هدد سيده من غير تبديع اللي يحكم البلد هنا. اوكي هني انا اقدر احط لي يمتين، يمه فوق ويمه تحت، اذا السبيطي كان على القوع اوكي فانا قاعد اصيده بهذه. نعم. واذا السبيطي فوق قاعد يرعى فوق اوكي لا هذا اللي راح اصيد لان هذا اللي راح ترفع هذا اللي لازقه عند البلد. اي فهذه راح تكون تحت. حلو. على 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 الارض. وهذه الثانيه اللي راح تكون مع المايه. السبب لان مسكه البلد راح تكون طايحه فتكون هذه مرتفعه. ايوه هني انا اركب ال 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 وعبد الله كله عين بعين شلون قاعده تمسك وياك؟ راح تمسك يعني ما تفتش بالماء ما تفتش واليمة الواحدة تقعد لها اكثر من نص ساعة طول اكثر من نص ساعة شلون. هذا بالنسبة حق العينة. اما بالنسبة حق ال 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 البتلو فالبتلو اذا انا اقطها لو في نويتش النويتش اللي هو السمك الصغار فراح هم ما راح يقدر يطيح. حلو الحين انا خلنا بس عاده في البحر عندنا في جوه مايه. حلو فجوه المايه هي راح تخلي لان الخبزه خفيفه. أي. ولاني انا استعمل ميدار من الالمنيوم خفيف. حلو اوكي فراح تتم القيمه هذه طافحه. الميدار كم؟ الميدار انا اركبه 0.5 او 0.6 حق السبيطي. حلو اوكي يعني استعمل من 0 وبعد الى 0.7. حلو حق السبيطي طبعا. اوكي فهذه راح تتم بالشكل هذا تلعب. اوكي وهذه راح تكون ثابته تحت عند نعم. عند ال البلد. حلو فاذا اذا السبيطي او المزيزي ضرب او ماشي عند الارض فراح يضرب على هذه، اذا والله طافح وشافها في الجامعه راح حق الثاني. ممتاز فهذه العملية سهلة إن شاء الله. حلو وأغلب الحداقة يعرفونها يعني. نعم أوكي إن شاء الله. أيضا قاعد نشوف مرتادين الأسياف والبحر قاعد يطلعون بالكيك فقاعدين نشوف حركتهم في هذه الدخول الجديدة الحين في المجال. نعم دخول الكيك أيضا بالصيد قاعدين نشوف. أي هو الكيك كرياضة ممتازة. ايه؟ الحين إحنا في الكويت أو في العالم كله صار في توجه على أنه الله يسلمك فيشنج كايك نسوي فيشنج كايك اوكي او كاس كايك. فالكايك صار وسيله خفيفه اقدر انزل فيها واقدر اصيد فيها واقدر الفح فيها ونفس الوقت قاعد اسوي رياضه ما تباعد وهي قريبه. نعم وقريبه وسيفتي بس دائما هم نقول يا جماعه الكايك قبل لا تشتري السيفتي اللايف جاكيت مالك يعني هذا من الاشياء المهمه. ان شاء الله نتوكل على الله ونحضر السناره. في شيء مهم بعد. حلو. في شيء مهم بالنسبه حق السنانير. ايه احنا عندنا القاعده هذه. ايه اوكي وهي القاعده القديمه. اوكي القاعده القديمه وفي القاعده الخفيفه. شوف هذيك اخف بالنسبه لي. ايه؟ انا شايل ثلاث سنانير ثلاث قواعد. حلو. اوكي فغير لما اشيل لي انا 300 جرام اشيل لي كيلو ونص. حلو شلون؟ فانا يعني هذه من الاشياء المهمه اللي هم الحداق لازم يتجه انه هو يختار طبعا انه يختار الاشياء الخفيفة. او القواعد اللي ما يكون وزنها قوي عشان يقدر يشيلها عشان هو يتحرك لان انت تبي تشيل اغراض تبي تروح سيارتك او العكس صحيح فلازم يكون معاي كرسي جنطتي اللي تتعلق على ظهري. قواعدي احاول اجمع سنانيري كلهم بباق واحده كيس واحد او حزام واحد لهم
في اكثر من طريقه حق نرتب الامور هذه والطوعه تكون جميله. احنا راح نكون مستمرين وياكم ان شاء الله بعد هالفاصل، راح نعرف اكثر عن صيد الاسياف عقب ما قطينا وغذينا سمكنا في هالخبز بهالعين هذا عشان نسمنه. فاصل ورادين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. حلو، تكلمنا قبل شوي عندنا في خطوات، عندنا الصيد بعبد الله، تكلمنا عن السنارة بخطواتها من إلى أيضا من شكة اليمة لين قطيناها بحر. الحين بنرجع نتكلم عن شنو؟ حداق الخيط اللي ما عنده سنارة. نعم. اللي هاوي حداق الخيط، نبي نتكلم عن هالشيء هذا، الخيط ونوعه وحجمه. نعم، شوف الخيوط الحين موجودة ومتوفرة في الكويت كلها. حلو. خيوط وايد متنوعة، لكن أغلب الحداقة حالياً قاعد تصيد في الخيوط الأمريكية والخيوط اليابانية. أوكي، إحنا اليوم أنا جايب معاي خيط البول بيستر الأمريكي، خيط مقاس 50. نعم. ما في مقطع كلش، هذا اللي تكلمنا عنه. نعم. ما في مقطع، خيط قوي يتحمل احتكاك الصخور ومخفي بنفس الوقت. لما نزل بالماء، لا انزله بالماء هو، لان الياف الجاذبيه، لان الاونر ما راح يبين. نعم، هذا كوتد مغطى بالفلور كاربون او الالياف الزجاجيه، فبالتالي داخل الماء ما يبين. نعم. مختفي، فيزيد من فرص صيدي. نعم. شلون؟ المياديب اللي نستعملها مثلا ميداب الموبوتو. اوكي، الموبوتو من افضل المياديب اليابانيه اللي ما تحصلها نوادر ان تحصلها الحين، لكن في يعني بديل عنه. اوكي، او الموبوتو موجود حاليا بس بانواع ثانيه. طبعا نوع الماركه. اوكي، نوع الماركه هذه، هذه الماركه اللي يعني كل النواخذه يذبونها ويبونها يعني. سبب؟ اوكي، لانه يعني صدته في صده لافه عكس مطبوق من هني، فما يتبطل ميدار، سمكه قويه ما تفتحها. اوكي، ما ينكسر الميدار، حاد جدا، الباذر ماله جاي في كسره معينه. نعم. لما يدش ما راح يطلع في اتجاه سيده، راح يدش كذي ويطلع من اتجاه جانبي. حلو. فبالتالي صعب طلعتها من فك السمكه. فمواصفاتها تكون مناسبه حق الحداقه والنواخذ اللي يطلعون بها. اثنين، دائما اذا انا بحدق سبيطي او مزيزي فدائما اختار الميداب اللي يكون ساقه مو طويل. حلو. ولا قصير، هذا ميديوم. اوكي، فانا دائما اختار الميداب اللي يكون ميديوم. اوكي، في مياديب تكون قصيره وفي مياديب طويله. انا غالبا المياديب اللي عندي كلها نفس الميديوم، نفس الحجم الميديوم. نعم، اللي موجوده. اي، اغلبها ميديوم، ونفس الشيء هم الصده مالته صايره باتجاه معاكس. حلو. شلون؟ طريقه التبديع وايد طرق، لكن اسرع واحده والحين قمنا نستعملها، ندخل الخيط داخل الحلقه. اوكي، ونمسك الخيط كذي ونلف الميدار اربع خمس لفات فوق بعض، صارت عندي حلقه عوده هنا في الخيط، ادخل الخيط هذا في الحلقه هذه مره ثانيه. نعم، لما دخله وامسكه في حلقه ثانيه، ادخله في الحلقه العوده اللي صارت واشد عليه. لما اشد عليه خلاص هو راح تسيب شناقه ويسكر على بعض. حلو.
هذا كل ما يصير الضغط ازيد صارت الطويه هذه مو عقده، صارت طويه وينضغط على الخيط بحيث انه ما يطلع. عرفت شلون؟ نقص الباقي منه، نقص الزايد. حلو. اوكي، ونفس الشيء دائما حداق السبيطي نعطيه من 40 الى 50 سنتيمتر. حلو. قصينا اكثر من الذراع طبعا قاعد يعني انا اعطيه من الميدار لهذا تقريبا بزياده هذا. إيه انا اعطيه شوي زياده عشان مكان التبديع مال المدور. عرفت شلون؟ احط لي مدور، والمدور على حسب الخيط مالك يكون مقاسه. نعم. اوكي، يعني خيطنا 50 احنا قاعد نستعمل مدور رقم 7. حلو. هم نفس الطريقه اللي انا بدعت فيها. اوكي، بس بدي لا افرض المدور لانه متحرك، افرض ايدي دخله داخل مره ثانيه، صارت عندي حلقه عوده، ادخله بالحلقه العوده واسحب. هذا فتسحب وترجع على نفس العمليه وتصير نفس الشيء، صارت مثل الشناقه. حلو. اوكي، ودشيت خلاص. كل ما هذا صار اقوى، قصينا اني على الصوب الثاني الخيط، ندخل اول شيء البلد مالنا. حلو. البلد خراري. البلد خراري الاسياب طبعا. هي المقاس، انا بالسناره استعملت بلد رقم 3 لان السناره عوده، لكن انا على السيف ما احتاج اكثر من 3/4. حلو. اوكي، بلد رقم 3/4 او نص مناسب جدا. نعم. هو شلون ادخله بالخيط خراري واحطه داخل وامسك المدور والصوب الثاني. اوكي، ونفس العملية اللي سويناها هناك. اي عملية سريعة وما فيها، وسهلة يعني، وما فيها وسهلة جدا، والكل اللي يقدر يسويها. نعم، لان اغلب اللي يطلعون بحر يعني. نعم. مو نقول اغلب، نقول قليل من الشباب اللي يطلعوا بحر تلقاه يقول لك والله انا ما اعرف اردع، انا بس عطني الخيط جاهز اقوم. نعم عندك. نعم، هي الهواية هذه محتاجة بني ادم يعني عنده شغف التعلم فيتعلم. يتعلم. شلون؟ ولازم يكون فيها شوية مبادئ. نعم. شلون؟ فلازم أنا أستعمل كل شيء أستعمله يكون يعني مناسب وبنفس الوقت ما يضر بيئتنا يعني. أبو عبد الله، أنت قاعد تعطي دورات الحين في محلك اللي هو. نعم. القبطان أبو عبد الله، طبعاً اللي عرفه وأكيد يعرفونه كثير من نواخذه، هو عنده محل، صاحب محل القبطان، والقبطان قاعد تعطي دورات مجانيه بدون مقابل. نعم. في هالشيء ان انت قاعد تخصص لهم اسبوعيه. والله اسبوعيا انا قاعد اسوي واجبي وحق الديره علي ان انا اعلم عيالنا واخواننا واللي ما يعرفون، واللي يعرف قاعد ازيده معلومه واحده، المعلومه هذه اكيد راح يستفيد منها. نعم. والهدف من الموضوع التوعيه، التوعيه لان يعني موضوع البحر هذا فيني وفي عيالي وفي اجدادي وابائي. الله يجزاك خير على المعلومات اللي قاعد تقدمها، وقاعد يستفيدون للامانه الشباب اللي راحوا عندك يذكرونك طبعا. الله يسلمك حبيب قلبي. حبيبي يسلمك. الحين احنا استعملنا في سنانيمنا، حطينا الفلافل، واحده فلافل، واحده بالبتلو، واحده بالعينه والخبز، نوعنا له. فاليوم الحين بنحط له القنيصه. هو شلون القنيصه هم تركيبها يكون سهل جدا تركب في الجزء الصعب منها وتوده مره ثانيه على الجزء الصعب الثاني بحيث انك يطلع الميدار من داخل. حلو. فهذا الشكل النهائي كله. هذه الشكه. اي الشكه مالتها. الحين هذه ما راح تطلع وبنفس الوقت ماخذه عرض بحيث انها تتحرك مع المايه. وماسكه قوي. حلو. بالتالي ان البادر طالع اي سمكه راح تقبل صوب الميدار راح تكون مصيرها في الجدر. حلو ممتاز. مصيرها في الجدر، عرفت شلون؟ فهذا اللي بعد نقول وصفات عندنا المقادير، خلصنا وشكينا ليمة، لكن الحين شنو اللي راح نسويه؟ الحين راح نقط خيطنا، بس متى؟ بعد هالفاصل خلكم ويانا. صافي صنيفي وصافي عادي، بس ما صدنا شيء. هذا الشب. مزيزي. وهاي الشعم. عين مزيزي. ما شاء الله. روح روح يا عبد الله. هذه صيد اليوم بس مبين لكم وين. صخري صخري حداق السئ. سيباس يا جماعة. الدارية. شو
صفوا احلى صافي صنيفي، احلى صافي عادي، واحلاهم بالون. وروح اهدا لك. الله يعطيك العافيه ابو عبد الله. طبعا هذه الخطوه قلنا اللي بعد ما تجي تحطينك قلنا بنقط الخيط، قطينا الخيط، الحين نبي نرد نتكلم على بدايتنا بالسناره. نعم. لما تكلمنا بالسناره نبي نعرف الفرق، هي السناره تلشط بروحها. نعم. فهل هي مفيده طبعا على اليال؟ شوف هي السناره لما يعني لما لسمتها تجي تاخذ منها راح تنزل السناره، وبالتالي هي لما تجي ترد اللشطه مالتها اول شيء راح تركب الميدار عدل في السمكه. اثنين راح تسبب ثقل ووزن على السمكه، لنفرض ان سبيطي وزنه 5 كيلو انت ضرب على خيطك وفتح، اذا هديته هدد راح يمشي من غير مقاومه، لكن السناره راح تقاومه لان ردة فعلها ان هي تقاوم. نعم. فلما تقاومه راح تحط عليه وزن، عند هنا شيء اسمه درج في الماكينه. اوكي، احنا حاطينه على 3 كيلو او 4 كيلو، كنا انا 5 كيلو قاعد تمشي وساحب وراه 3 كيلو. فبدل لا يفتح معاي وشط مني ولا مني 20 متر، لا يا مترين يوقف، 3 متر يوقف لانه صار عليه وزن. عرفت شلون؟ هذه فائده السناره. في صعوبه في استعمالها؟ يعني والله شوف حق اللي بيتعلم على السناره وتوه في المجال. موضوع السناره سهل جدا والكل ممكن يتعلمها خلال طلعه واحده. شلون؟ ما يحتاج. السنانير انواعهم مختلفه، في ثلاث قطع، في الدوبين للتبطل، سهل جدا تمويه خيط ادعت. اهم شيء ان انت تمسك الخيط في وقت اللي ايدك انت تحذف ايدك تتبطل تهد الخيط مالك، بالتالي راح يوصل المسافه اللي انت تبيها. موضوع سهل جدا، تتمرس عليه بقطتين ثلاثة، يعني الموضوع كلش مو صعب. بالنسبة للمكاين؟ المكاين طبعا اوخر عن اي شيء ضعيف، لا استرخص بالماكينة، لان الماكينة كل ما تكون قوية تساعدك في ان تطفح السمكة من البحر بسهالة، تجيبها عليك بسهالة، تقاوم في السمكة بأدب، يعني بأوزان أدب، وتعطيك عمر كل ما كانت طبعا أدب. يعني نرجع نقول كلمة والدك الله يحفظه لما قال لنا قلت لك 10 دنانير صح ولا دينار خطأ. صحيح. بس هذا الفكرة. عدل. حلو، الحين حطينا خيطنا قلنا وقطينا، طبعا الرزق من الله سبحانه وتعالى، احنا قاطين بكر نوعنا في قطتنا اليوم، عطينا السمكة. طبعا الحداق اول ما يسوي يجرب. نعم. انواع ليم حق السمكة ويشوف شنو اللي يمشي وياها ويستمر عليه. اي نعم. احنا هني قطينا القوانص. نعم. جربنا هني قوانص، وعندنا هني الفلافل والبتلو والعين، عندنا اربع انواع قطينا. نعم. واحنا للحين في فتره سجي، يعني يعني في احتماليه الصيد جايه ان شاء الله. نعم. على الله. افضل وقت متى؟ والله يعني الكل يتفائل في وقت الفير ووقت المغرب، هذه الحزه حزتها الحين. فالكم الاقرع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انه يضرب، وهذه حزتها مثل ما قلت يا ابو عبد الله، فينا ان شاء الله اللي احنا ساعيله احنا. نعم. اليوم حق المزيزي والصبيط والسمكه اليوم ان شاء الله ما نطلع الا ان شاء الله واحده ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. وشوف في شغله مهمه، ان الحداق مو بس يا وقت النام وقعد ماسك تليفونه برنامج معين، لا لا لا، هو ان انت لازم تتحرك. واحد انا قطيت سناره، اثنين سويت مثلا عينه، سويت خيط، نزلت كيك لفاح، وايد سمكه ما تبي اليمه الميته او اليمه العاديه، تبي سمكه متحركه، تبي لايف بيت السمكه الحيه. اوكي، فيعني انا مو كل وقت الاقي الزوبي او المنشوس على اليال، فهني انا راح اتجه ثاني، مشيع سنانيري وخيوطي وامسك عصاتي مال اللفاح واقعد الفح، اقط بالميبوب واسحبه مره ثانيه، اقط واسحب واسوي تكنيك والثاني لحد ما
السمكه اذا موجوده حاضره السمكه ما تبي القيمه الميته راح تطق القيمه الحيه اللي هي البلاستيك اللي انت اوهمتها انها حيه. فبالتالي ان انت تكون جربت كل شيء. وهذا الحلو أفسي. التنويع اللي انت قاعد تتكلم فيه ابو عبد الله ما بين نخيط سناره راح حق الفحم الكيك. الحين احنا نبي نخصص شوي من وقتنا اللي باجي تكلم فيه على الكيك. هذا الكيك اللي كان مستخدم في السابق وهي رياضه للامانه، اليوم دخلوها بالفيشنج وقاموا يستعملوها في الكاس وايضا في الجيج، وقاموا ايضا الحين نشوف فيها بالفاح. وهو اغلب الناس عندها تخوف من موضوع الكيك انه ممكن يقلب فيني المايه بارده، خصوصا بالشتاء. الكيك ما راح يقلب فيك اذا انت مختار الكيك الصحيح. اوكي، الكيك مال الحداق يكون عريض، يكون في اكثر من بيس، فما يقلب. مخصص للحداق، في قواعد للسنانير، في مخازن، في ثلاجات. حلو. اوكي، هذا كله يعني جاهز، مو ان انا والله قعدت بكيك فاحتمال انه يقلب. لا فانه هو التوازن ما يكون لا 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 ما قاعد ياثر ولا شيء. في اتزان، وهذه اساسيات موجوده. لو اي بني ادم يروح حق شخص متخصص في الكيك ويطلب منه اوكي انا ابي كيك حق حداق، راح يعرض له معدات فيها. احنا راح نكون مستمرين ان شاء الله وراح نكمل حوارنا عن الكيك، لكن بعد الفاصل خليكم معانا على ما نروح الكيك. انا ابو عبد الله. رجعنا لكم بعد هالفاصل مشاهدينا ومتابعين برنامج الدرية. احنا تكلمنا على الكيك وهذا هو الكيك. ابو عبد الله هندش بالكيك. هذا الكيك شغله مرتب طبعا مثل ما ذكر ابو عبد الله، التنويع مطلوب. ابو عبد الله تنويع لابد منه. هو ايه فكره الكيك، فكره سهله جدا. حلو. ما يبي له اي شيء. هو كل الوضع ان احنا لازم نطلع في يعني يوم يكون زين، جو ما في موي، عشان انا اقدر اطلع في الكيك واصيد وتتحرك فيه. نعم، ومثل ما قلنا ان العالم وايد تخاف من موضوع انه يقلب فيني. لا والله الكيك لا يقلب ولا قال هلا. وهذا خير ومثال على ذلك. موضوع سهل جدا. اوكي، موضوع سهل جدا الكيك. وهذه انا بعد انا ما راح ادزه عشان ما تقولون انه حيدزه. يعني هو الموضوع سهل. انا ساير ابو عبد الله. الكيك يعني شوف ما في، انا قاعد احاول ان انا اطيح نفسي لكن ما راح اقدر. هو يعني موجود لانه فيشنج. اي نعم فيشنج. حاطين لك فيه قواعد حق السنانير، قاعده سناره اماميه، قواعد خلفيه، ثلاجات. حلو. فهني انا كل اللي اشرحها على الكيك ان انا اقدر اسوي فيه الكاست، اقدر اسوي فيه لفاح، وبنفس الوقت اقدر اسوي فيه حداق. حلو. سهل جدا ما يبي له اي شيء. حلو. الكيك طبعا شيء متوافر في السوق الكويتي، متوفر في السوق الكويتي. حلو. موجود. اوكي، متوفر في السوق الكويتي واسعاره مو غاليه. نعم. مثل الطراريد. وبنفس الوقت سيفتي، لانه يعني ما يخلي البني ادم يدش داخل وايد. هو الفرق ان انا بدل اقط سنارتي من اليال لبحر عشان اصيد، انا قاعد اقط من البحر لليال، قاعد اسوي العمليه العكسيه. فخليت اليمه تتحرك بهالاتجاه وخليتها تتحرك بهالاتجاه. كل هذا اسويه عشان ازيد احتماليه الصيد. او احتماليه انه يكون يضرب على شيء. نعم. يعني انت نوعت ما شاء الله ابو عبد الله، بلشنا من سناره الى خيط، تعددنا باليم. نعم. يعني ايضا الى الكيك، فدخلنا الى موضوع ثاني اللي هو ايضا استخدام هذا الغارب في الصيف. نعم. ومثل ما قلت هو مجهز في ثلاجه، في قواعد ايضا للسنانير ايضا موجود ومجهز بالكامل من الى، وما يقلب والامر سيفتي، ولكن اللي ينقصك اللي هو السيفتي اللايف جاكيت. لكن اليوم ابو عبد الله اللايف جاكيت هناك موجود. موجود اللايف جاكيت بس احنا على اساس انه تجربه بس التصوير. ايه. واحنا قراب يعني ما دخل داخل ابو عبد الله. هذا كل شيء كان ابو عبد الله في برنامجنا اليوم، استفدنا كثر ما نقدر للامانه، وانا تشرفت اليوم واسعدت في لقائك للامانه في برنامج الدريه. يعطيكم العافيه ومشكورين على جهودكم يعني اللي فوق الرائعة الصراحة في خدمة الهواية مالتنا ورياضتنا
واتمنى الكل الكل يتجه حق الاتجاه هذا، لانه هو اللي راح يخليك توخم عن اي شيء ممكن يؤذيك. واللي يبي يتعلم موجود، اللي يعلم والمعلومه ان شاء الله موجوده، المعلومه ان شاء الله موجوده ومو حكر على ناخذها ومو ناخذها، المعلومه موجوده. واليوم احنا في زمن تطور، انترنت موجود، احنا بنفسنا موجودين، نواخذه وايد ممكن يعلمونك. بس اللي عليك السؤال اسال، مو عيب السؤال. انا ليه اليوم اسال وليه اليوم ابحث، وانت نفس الشيء وغيرنا وغيرنا وغيرنا. ان شاء الله نتعلم من هالمجال، قواك الله ويعطيك العافيه، وان شاء الله هم الله يبارك لنا ان شاء الله ويرزقنا فيه. الله يرزقنا. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده، فما الله. أنا والبحر مركب يطول، قداك من صغري وهذا ملعبي، أنا البحري.